قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقل ثلاث مرات: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فهذا الدعاء سيحميك من الشيطان ويغفر الله لك ذنوبك به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته الآخرة جعل الله تبارك وتعالى الغنى في قلبه، وجمع له شمله، ونزع الفقر من بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغمة، فلا يصبح إلا غنيا ولا يمسي إلا غنيا. ومن كانت نيته الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه، فلا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. رواه الطبراني. جاء ليعالج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المفاجأة: ضماد بن ثعلب الأزدي كان يرقي ويطبب الناس، كان من قبيلة أزد من اليمن، قدم مكة فسمع سفهاءها يقولون: إن محمدا مجنونا وكذاب، فقال: لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذا الريح وأطبب الناس، فهل لك حاجة يا محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال ضماد: هل لك أن تعيد علي كلماتك؟ فعادهن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ضماد: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك، ولقد بلغنا ناموس البحر، أي وسط البحر، هات يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم ضماد وأسلم معه قومه، وأصبح ضماد واحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.